السلام عليكم، اهلا بكم في قناتكم مايكرو ستادي. معكم دكتور احمد طلعت مدرس الميكروبيولوجي والمناعه. المحاضره النهارده بعنوان سمري اوف كلوستريديوم. تمام، كنا درسنا الكلوستريديوم في اربع محاضرات. تمام، اخذنا اربع سبيشيز من الكلوستريديوم. تمام، وزي ما احنا متعودين بعد ما نخلص الجينس بناخد السمري. تمام، طيب مبدئيا احنا قلنا الكلوستريديوم تبع اي تقسيمه في المنهج؟ تبع الجرام بوصف باسيلاي. وقلنا في اول محاضره ان الجرام بوصف باسيلاي بتنقسم الى سبور فورمينج بكتيريا اند نون سبور فورمينج بكتيريا. تمام، وقلنا يا دكاتره في المنهج كله ما فيش بكتيريا بتكون سبور ما عدا التو جينس في المنهج كله، كلوستريديوم والباسيلس. تمام، يبقى هنا اللي بيكون سبور في المنهج كله كلوستريديوم جينس والباسيلس كجينس. تمام. طيب ايه الفرق بين الكلوستريديوم والباسيلس؟ يعني هما الاثنين سبور فورمينج جرام بوزيتيف باسيلاي. طيب الفرق بينهم ان الكلوستريديوم ستريكت انيروبيك بكتيريا. يعني ايه ستريكت انيروبيك بكتيريا؟ يعني كان نوت جرو ان بريزنس اوف اكسجين. تمام، يعني لازم تعيش في غياب الاكسجين، لو في اكسجين تموت. تمام، طيب الباسيلس ايروبيك يعني العكس. تمام، كان نوت جرو ان ابسنس اوف اوكسجين. تمام، ده بالنسبه للتقسيمه. والنون سبور فورمينج بكتيريا كوريني بكتيريوم ديفتيريا اند ليستيريا مونوسايتوجين. فبدانا بالكولوستريديوم. تمام، طب اول معلومه في الكولوستريديوم ان هي انيروبيك سبور فورمينج جرام بوزيتيف باسيلاي. دي معلومه لازم تكون ثابته معانا في اي سبيشيز في تبع الكولوستريديوم. طيب الكلوستريديوم ايه السبيشيز الافراد؟ كلوستريديوم تيتاني، كلوستريديوم بوتولينيوم، كلوستريديوم بيرفرينجس، كلوستريديوم ديفيسيل. طيب انا هنا كاتبهم على هيئه جدول بحيث برضو بتيجي تذاكر جرام بوز الكلوستريديوم ذاكرهم بالطريقه دي بحيث يسهل علينا الحفظ. طيب مبدئيا في المورفولوجي اول معلومه ثابته سبور فورمينج جرام بوز باسيلاي. تمام، بس الفرق بينهم بتلاقي في منهم شكل السبور، في منهم التيرمينال سبور زي الكلوستريديوم تيتاناي. تمام، يعني تيرمينال يعني تلاقي السبور في اخر الباسيلاي وعامله بلجنج او بروجكتنج او بروجكشن. تمام، في سب تيرمينال زي كلوستريديوم بوتولينيوم كلوستريديوم بيرفرينجس. تمام، زي ما واضح في الصوره. طيب الكالشر ليهم كلهم. تمام، التو ميديا بنزرعهم على التو ميديا. الميديا الاولى اسمها روبرتسون كوكد ميت ميديا، دي بنزرع عليها الكولستريديوم كسبيشيز دايركتلي على الميديا دي، ان هي بتوفر انيروبيك كونديشن، فيها جلوتاثيون بيوفر انيروبيك كونديشن الميديا دي للبكتيريا دي. تمام، فاي فرد من افراد الكولستريديوم نزرعها على الروبرتسون كوكد ميت ميديا، ان هي بتوفر ظروف انيروبيك كونديشن عشان فيها الجلوتاثيون. طيب ممكن نزرعها على البلاد اجار؟ ممكن نزرعها على البلاد اجار، بس ايه الشرط؟ وقلنا الشرط المهم جدا ويجي لك في الام سي كيو او في الاورال. تمام، ان او في ترو او فورس يقول لك احنا ممكن نزرع على البلاد اجار، بس في شرط معين لازم يتوفر في البلاد اجار علشان نزرع عليه اي عيله من عائله الكلوستريديوم. ايه هو الشرط؟ ان هو لازم انكيوبيشن انيروبيكالي. يعني لما نزرع البكتيريا السبيشيز بتاعت الكلوستريديوم على البلاد اجار، لما نيجي نعمل انكيوبيشن بنعمل انكيوبيشن ان انيروبيك كونديشن. تمام، لان احنا بلاد اجار عملنا انكيوبيشن في ايروبيك كونديشن، مش هيحصل كلتشر للسبيشيز دي، لان هم هيموتوا ان هم ستريكت انيروبيك كونديشن. تمام يا دكاتره. طيب فيرنس فاكتور كلوستريديوم تيتاني اسم بيطلع فيرنس فاكتور وحيد اسمه تيتانوسبازمين او تيتانوس توكسين، نوعه نيوروتوكسين. وقلنا يا دكاتره معلومه في منتهى الاهميه، يجي لك في الام سي كيو يقول لك ايه نوع التوكسين اللي بيطلع من كلوستريديوم تيتاناي. تمام، هل انتروتوكسين ولا اندوتوكسين ولا نيوروتوكسين؟ فتعرف ان هو نيوروتوكسين. طب ليه نيوروتوكسين؟ علشان تارجت نيورون زي ما هنعرف دلوقتي في الباثوجينيزيس. طيب كلوستريديوم بوتولينيوم اسم التوكسين او اسم الفيرنس فاكتور، هو فيرنس فاكتور وحيد برضو اسمه بوتولينيوم توكسين. نوعه ايه؟ نوعه نيوروتوكسين عشان تارجت نيورون.
نيوروتوكسين نوعه زي التيتانوس بازمين، بس التارجت او السايت اوف سايت الموقع اللي بتشتغل عليه في النيورون مختلف، في فرق بينهم. طيب كلوسريديان بريفرنجس ايفيرنس فاكتورز، كلوسريديان بريفرنجس بتعمل برودكشن لسيفرال فيرنس فاكتور، تمام، بتعمل برودكشن عدد كتير من فيرنس فاكتور، تمام، بس احنا المطالب انت حظك كستودنت، تمام، هم 3 فيرنس فاكتور، تمام، هم اهم فيرنس فاكتور بندرسهم. اهم فيرنس فاكتور بتعملون برودكشن كلوسريديان بريفرنجس، اول نوع اسمه الفا توكسين، تمام، تاني توكسين اسمه ثيتا توكسين، ودول مسؤولين عن الجاز جنجرين، جاز جنجرين هي الغرغرينة. وفي تالت توكسين اسمه انتيرو توكسين مسؤول عن الفود بوزنينج. طيب هنا، طب في ثلاثة فيرنس فاكتور، احنا قلنا في تجميعة او في سؤال مهم جدا في بيجي في الفاينل او في الميد تيرم، يقول لك منشن ذا موست امبورتنت فيرنس فاكتور اوف ايتش اوف ذا فولوينج بكتيريا، تمام. فمثلا في الستاف اوريوس ايه اهم فيرنس فاكتور في الستاف اوريوس؟ ممتازين، كواجولات انزيم. طب ايه اهم فيرنس فاكتور في ستريبتوكوكس بايوجين؟ الام بروتين، تمام، شاطرين مركزين معايا. طيب هنا اهم فيرنس فاكتور في الكلوسيديا بالفرنجس الالفا توكسين، تمام. لازم احنا قلنا يا دكاتره لما تيجي تذاكر فيرنس فاكتور، تمام، بتجيب ورقه كده بيضة وتكتب اسماء البكتيريا، وتحت كل بكتيريا بتكتب اسماء فيرنس فاكتور كاسماء فقط، وتحط ستار نجمة على أهم فيرنس فاكتور، بحيث في آخر منهج يكون معاك كل فيرنس فاكتور في ورقة واحدة ومجمعهم كلهم في ورقة واحدة بحيث يسهل عليك الحفظ، تمام يا دكاترة؟ طيب الديزيز، كلوسيديوم تيتاني أو كلوسيديوم تيتاناي، اسم الديزيز تيتانوس من الاسم. طيب الكلوسيديوم بوتولينيوم، اسم الديزيز بوتوليزم. طيب اسم الديزيز في الكلوسيديوم بريفرنجس جاز جنجرين او فود بويزنينج، تو ديزيز. بالنسبه للكلوسيديوم ديفيسيل انتبيوتيك اسوشيتد دايريا. طيب تعال نتكلم على المود اوف ترانسميشن والباثوجينيزيس، ازاي بينتقل المرض في كل بكتيريا او في كل ديزيز، تمام، وازاي بيحصل او ميكانيزم اوف اكشن اوف توكسين لكل بكتيريا. طيب نبدأ بالتيتانوس. التيتانوس ده سببه تيتانوس بازمين او تيتانوس توكسين نيوروتوكسين. التارجت، التارجت بتاعه موتور نيورون، بيروح الانهيبيتوري نيورون، تمام، ويعمل لهم انهيبيشن، بيعمل انهيبيشن للانهيبيتوري نيورو ترانسميترز اللي بيطلعوا من الانهيبيتوري نيورونز اللي هم الجابا والجلايسين. طيب لما يحصل انهيبيشن للانهيبيتوري نيورو ترانسميترز اللي هم الجابا والجلايسين، ايه اللي بيترتب على كده؟ بيترتب على كده ان الاستايل كولين يطلع باستمرار من الفيزيكل. طب بطريقه تانية، الجابا والجلايسين دول انهيبيتوري نيورو ترانسميترز، وظيفتهم ان هم يعملوا انهيبيشن للاستايل كولين لما يؤدي الاكشن بتاعه. هو ايه الاكشن بتاع الاستايل كولين؟ ان هو بيعمل كونتراكشن للسكيلتال ماسل. دلوقتي السكيلتال ماسل انا عايز احرك ايدي، ايه اللي بيخلي ايدي تتحرك؟ ده كونتراكشن لاستايل كولين. طيب خلص الاكشن، طب عايز ايدي يعني يحصل ريلاكسيشن، انهبيتور نيورو ترانسميترز اللي بيطلعوا من انهبيتور نيورونز اللي اسمهم الجابا والجلايسين يطلعوا يخلوا الاستايل كولين ما يطلعش من الفيزيكل علشان يحصل ريلاكسيشن. التيتانوس توكسين بيروح للانهبيتوري نيورو ترانسميترز اللي هم الجابا والجلايسين يعمل لهم انهبيشن ما يخليهمش يطلعوا من الفيزيكل. فايه اللي ترتب على كده؟ ان الاستايل كولين يطلع باستمرار من الفيزيكال، فيحصل كونتينوس كونتراكشن، وده السبب الاسبازم. فهمنا الدكاتره حتى كده اسمه، من اسمه تيتانوس بازمين، عرفنا الاسم بتاع التوكسين جاي منين. تيتانوس بازمين، تيتانو عشان من كلوسيديوم تيتاني، وسبازمين علشان الفاينل اكشن او فاينل ريزلت سبازم، تمام. فممكن السبازم يكون في الفيس زي ما قلنا، او في زي ما قلنا في الاعراض لوك جو، يعني في الفك، تمام. ممكن في الباك، تمام، في الظهر، فيحصل هو الاركنج اوف باك، يعني هو التقوس الظهر زي ما احنا ما شايفين في الصوره قدامنا. طيب اسم الظاهره دي
الاسم السبازم ده سباستيك باراليسيز. الجمله دي في منتهى الاهميه، تمام؟ سباستيك باراليسيز، باراليسيز بسبب سبازم، تمام؟ سبب السبازم كونتينوس كونتراكشن، عشان الصهيل الكولين طالع باستمرار، تمام يا دكاتره؟ طيب تعالوا في البوتولينيوم، كلوسيديوم بوتولينيوم، اسم التوكسين بوتولينيوم توكسين. طيب بيعمل ايه؟ بيعمل بوتوليزم. طيب بوتوليزم ده نوع من انواع الفود بوزنينج، تمام؟ قلنا فيه ثلاث انواع من البوتوليزم، فود بورن بوتوليزم، ده فود بوزنينج ان ادلت، وانفنت بوتوليزم، ده بوتوليزم في الانفنت، ووند بوتوليزم. طيب الفود بورن بوتوليزم هو نوع من انواع الفود بوزنينج ان ادلت. علشان يحصل ازاي؟ اولا نوع الاكل، قلنا نوع الاكل زي علب التونه الكاند فود. طيب اشمعنى الكاند فود؟ يعني ليه قلنا الكاند فود العلب اللي الطعام المعلب، تمام؟ علشان الطعام ده المعلب زي علب التونه، تمام، بيتوفر فيه الانيروبيك كونديشن. علشان ده لما يحصل كونتامينيشن بالسبور، السبور من ال في ال كونتامينيشن الفود، يحصل كونتامينيشن بالسبور اوف كلوسيديوم بوتولينيوم. عشان يحصل اصلا جيرمينيشن للسبور، تمام، لازم يتوفر ظروف انيروبيك كونديشن، مش هي ستريكت انيروبيك. طب امتى هيحصل ظروف انيروبيك؟ لما يكون الظروف نفسها بتاعت الاكل، تمام، بتوفر الميزه دي. فالطعام المعلب، تمام، في علب زي علب التونه بعد التعليب بيكون ظروف انيروبيك، فيحصل جيرمينيشن للسبور، تمام يا دكاترة؟ طيب فده فود بورن بوتوليزم بيكون في الأدلت. طيب النوع الثاني من البوتوليزم اسمه انفانت بوتوليزم، ده بيكون في الانفانت، تمام؟ وأشهر مثال بيقول لك أشهر طعام يعني في الانفانت اللي هو الهاني، العسل، تمام؟ ده أكتر مثال، تمام، بيسبب انفانت بوتوليزم. طب ايه السبب؟ اشمعنى العسل؟ اشمعنى الهني؟ طيب بداية قبل ما ننسى ان الفود بورن بوتوليزم في الادلت بيكون بعد ما بيحصل كونتامينيشن للاكل زي علبة التونة، ويحصل جيرمينيشن للسبور، بتكون نيوروتوكسين في علبة التونة، واحنا بناكل الاكل، تمام، والنيوروتوكسين جوه الاكل، فبيكون بريفورمد نوع الفود بويزنج، بريفورمد نيوروتوكسين، يعني احنا بنبلع الاكل وجواه نيوروتوكسين مش البكتيريا، تمام؟ معلومه دي في منتهى الاهميه، عشان لما نيجي لما نتكلم دلوقتي على الانفنت نكون فاهمين الفرق بينهم، تمام يا دكاتره؟ بريفورمد نيوروتوكسين، فاكرين في السفوريوس لما قلنا بناكل علبه الكشري بيكون بريفورمد انتيروتوكسين، تمام؟ يعني هي السفوريوس بتعمل برودكشن للانتيروتوكسين، واحنا بنبلع الكشري وجواه التوكسين جاهز. نفس الكلام هنا، عيب التونه البكتيريا بتعمل برودكشن للنيوروتوكسين، واحنا بنبلع الاكل جاهز، بنبلع الاكل فيه نيوروتوكسين بريفورمد. طيب لو مثلا احنا علبه التونه دي مثلا وكان جواها البكتيريا مش التوكسين، هل هتعمل لنا ديزيز ده الفود بوزنينج؟ الاجابه لا. طيب ليه؟ تمام، يعني ليه ما البكتيريا لو بلعناها الموجوده في علبه التونه وبلعناها ما تطلعش ليه النيوروتوكسين في الانتستين؟ ايه السبب؟ السبب الكلوسيديوم بوتولينيوم كاورجانيزم نفسه ضعيف، مش هيستحمل الدايجستيف انزيمز الموجوده في المعده، ولا هيستحمل، والنورمال فلورا هتعمل له كومبيتيشن، مش هيقدر يعيش في مش هيقدر يعيش في الـ في الانتستين، بل ال HCL نفسها مش هيقدر يستحمل HCL اسيدك بي اتش. فمجرد ما ينزل لو مثلا علبه التونه فيها الكلوسيديوم بوتولينيوم هيموت مباشره، هو اورجانيزم في حد ذاته ضعيف، هو قوه الاورجانيزم ده في التوكسين بتاعها، تمام يا دكاتره؟ المعلومه دي لازم نكونوا مستوعبينها كويس، علشان لما نيجي نتكلم عن انفات بوتوليزم تكونوا يعني مستوعبين معايا، تمام؟ طيب تعرف الانفات بوتوليزم، نوع الاكل الهاني، العسل، تمام. طب ايش معنى العسل؟ علشان اولا عشان العسل صعب ان يحصل له ستيرلايزيشن، هو ما فيش اصلا ستيرلايزيشن للعسل، ما بنعملش ستيرلايزيشن للعسل، فممكن يحصل كونتامينيشن للهاني بالسبورز بتاعت كلوسيديوم بوتولينيوم، تمام. فاحنا بندي للطفل، تمام، طبعا هو الطفل اقل من سنه، الطفل اقل من سنه، فلما ناكل الطفل ده، تمام، العسل، يحصل جيرمينيشن للسبورز بتاع كلوسيديوم بوتولينيوم جوه الانتستين،
او لو العسل فيه البكتيريا جاهزه تخش جوه الانتستين وتعمل برودكشن للنيوروتوكسين في الانتستين. لا ثواني يا دكتور، انت قلت لي الجسم ضعيف وما يقدرش مجرد ما ينزل هيموت. خلي بالك انا بقول انفنت بوتوليزم، وخليته نوع تاني وخصيته بالذكر عشان ده انفنت لاقل من سنه، تمام، دايجستيف انزيمز اللي مش زي الكبير، وبرضه الاتش سي ال مش زي الكبير، والنورمال فلورا برضه ما اتكونتش زي الكبير. فالكلوسيديوم بتولينم يقدر يعيش جوه الانتستين ويعمل برودكشن للنيوروتوكسين. فهمت يا دكاتره؟ لازم نكونوا فاهمين. بتسمع دايما الهاني وبيحصل انفاد بوتوليزم، لازم نفهم الموضوع جاي منين. الهاني علشان صعب انه يحصل له سيراليزيشن، عشان كده اختصينا الذكر بالعسل، تمام، ما بيحصلش سيراليزيشن اصلا. بيحصل كونتمينيشن الهاني ده، ممكن يكون حصل له كونتمينيشن بالسبور. السبور موجوده في كل مكان في السويل، تمام، فوارد العسل يحصل له كونتمينيشن بالسبور في كلوسيديوم بتولينيوم. فسواء العسل فيه السبور فهو بلع العسل فيه جواه السبور، او البكتيريا نفسها حصلت جرمينيشن في العسل، تمام، في كلتا الحالتين هيحصل برودكشن للنيوروتوكسين جوه الانتستين، تمام، ويعمل الاعراض بتاعت الانفانت بوتوليزم زي ما هنعرف دلوقتي في الباثوجينيز. طيب النوع الثالث البوتوليزم اسمه ووند بوتوليزم، وده زي المود اوف ترانسميشن بتاع الكلوسريديوم تيتاني، تمام، ان هو بيعمل يحصل الوند يحصل له كونتامينيشن بالسبور اوف كلوسريديوم بوتولينيوم، زي بالظبط المود اوف ترانسميشن اوف تيتانوس. طيب ايه الباثوجينيز؟ احنا طولنا في البوتوليزم عشان هو ثلاث انواع، تمام. طيب ايه المود اوف ترانسميشن بتاع البوتوليزم؟ المود اوف ترانسميشن خلاص احنا ذكرناهم. طب ايه الباثوجينيزيس؟ يعني ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ واحد سواء ادلت، تمام، حصل بلع بريفورمد نيوروتوكسين، او الانفنت بوتوليزم بلع الاكل وحصل برودكشن نيوروتوكسين، الشيء النهائي الحاجه النهائيه ان النيوروتوكسين هو اللي حصل له برودكشن. بعد كده النيوروتوكسين هيروح يعمل ايه؟ التارجت بتاعه هو ده كلمه الباثوجينيزيس، او ميكانيزم اوف اكشن اوف بوتولينيوم توكسين. التارجت موتور نيورون، بس بيروح فين بالظبط؟ تحديدا في النيورو ماسكولار جانكشن، في النيورو ماسكولار جانكشن او اسيتيل كولين او كولينيرجيك نيرف تيرمينال، كولينيرجيك نيرف تيرمينال، بيروح بيعمل عكس التيتانوس توكسين. احفظها كده، الاكشن بتاعه عكس التيتانوس توكسين، بيروح يمنع الاسيتيل كولين ريليز. كان هناك بيحصل ايه؟ لا، بيخلي الاسيتيل كولين يطلع باستمرار في تيتانوس توكسين. ايه السبب؟ ان هو بيعمل انهبيشن للنيورو ترانسميترز، فالاسيتيل كولين هيطلع باستمرار علشان حصل انهبيشن للجابا والجلايسين. هنا لا، بيروح للنيورو ماسكولار جانكشن او في الكولينرجيك نيرف تيرمينال، يروح للاسيتيل كولين ما يخلوهوش يطلع، فعكس تيتانوس توكسين. طب ايه اللي ترتب على ان الاسيتيل كولين ما يطلعش من الفيزيكال؟ يترتب عكس الاكشن بتاعه، عكس برضه موضوع التيتانوس. طب هو مش الاسيتيل كولين مسؤول عن كونتراكشن؟ طيب لما ما يطلعش، تمام، فهيحصل يعني مصل تون، ويكنس ان مصل تون، مش هو المسؤول عن كونتراكشن؟ طب احنا منعنا خروج الاسيتيل كولين، فيحصل ويكنس ان مصل تون، فيحصل فلاسيد باراليسيز عكس السباستيك باراليسيز. لازم الكلام ده في منتهى الاهميه، الجمله دي في منتهى الاهميه، تمام، في الامس كيو او في الفاينل. يقول لك والله البكتيريا اللي بتسبب فلاسيد باراليسيز ويجيب لك كلوسيديوم بوتولينيوم، كلوسيديوم تيتاني، كلوسيديوم بريفرنجس، او اي بكتيريا في المنهج، تعرف الفلاسيد باراليسيز بسبب كلوسيديوم بوتولينيوم. طيب يعني ايه فلاسيد باراليسيز؟ فلاسيد الاسم بالعربي يعني المعنى الحرفي يعني الرخو، يعني الناتج او الاعراض بيبقى الانسان واضح ان هو يعني اعصابه زي ما بيقول مرخيه، تمام، يعني في رخو وفي وهن في العضلات، تمام. تلاقي بالنسبه للطفل بيقولوا فلوبي بيبي سندروم، زي ما شايفين في الصوره، تمام، الطفل مش يعني كانه يعني في وهن في العضلات، مش قادر يحرك اي سواء ظهره او جسمه كله يعني، تمام. وبالنسبه في الادلت، تمام، سواء في الادلت او في الانفنت، اعراض الانتيكولينرجيك افكت، انتيكولينرجيك افكت، مش هو بيحصل ديكريز او بيحصل بلوك الاسيتيل كولين ريليز،
فالأعراض كأنك عضت حد أتروبين. عارفين أعراض الأتروبين؟ إيه اللي بيحصل في أعراض الأتروبين؟ فتلاقي أعراض الأتروبين، تلاقي دراي ماوس، تلاقي في دروبلينج أوف آي، تلاقي أعراض اللي هي أنتي كولينرجيك إفكت. وبالنسبة للبيبي فلوبي بيبي سندروم، طبعا الكلام ده احنا طبعا بنتكلم خلاصة يعني سريعا، وفي المحاضرات تلاقي الكلام ده ايه بالتفصيل. تمام، يا ريت نرجع للمحاضرات بالتفصيل. بس انت وبتذاكر بعد ما تخلص المحاضرات، تمام، تعمل اللي بتذاكر بالطريقة دي، بحيث يعني تكون الموضوع ان شاء الله بسيط عليك. طيب بالنسبة للكوليسترول بالفرنجس، احنا قلنا بيعملوا برودكشن لمين؟ للالفا توكسين والثيتا توكسين المسؤول عن الجاز جنجرين، بالعربي الغرغرينة، والانترتوكسين المسؤولين عن الفود بوزنينج. طيب الجاز جنجرين ده اسمها جاز جنجرين، هو كلمة جنجرين معناها ايه؟ جنجرين غرغرينة معناها ايه؟ يعني معناها ليك اوف بلاد سبلاي لمكان اورجان، يعني اورجان ما وصل لهوش البلاد بطريقة كافية، فحصل الاورجان ده حصل له ديث، حصل له نيكروزيس. دي كلمة جنجرين غرغرينة، تمام، صفة عامة. طيب جاز، ليه اسم الديزيز جاز جنجرين اللي بتسبب كلوسيديوم بالفرنجس؟ علشان بتعمل فيرمنتيشن اوف اسيد، اوف فيرمنتيشن اوف شوجر، فيرمنتيشن اوف شوجر ويز برودكشن اوف اسيد اند لارج اماونت اوف جاز. طب ايه الدليل على كده في البايوكيميكال رياكشن؟ نرجع في المحاضرة بتاعة المورفولوجي والكالتشر اند بايوكيميكال رياكشن، قلنا في تيست مهم جدا اسمه، كان اسمه ستورمي كلوت فورميشن. تمام، كنا بنكشف عن البكتيريا كلوسيديا بالفنجس هل هي بتعمل برودكشن للشجر اللاكتوز الموجود في المص ميلك، موجود في الميلك ولا لا. تمام، فكان بنعرف ان هو الظاهر اسمه ستورم كلوت فورميشن، وشرحناها بالتفصيل في المحاضره، يا ريت نرجع لها ان شاء الله. المهم الشاهد ان بقول لك ان هي، انا عايز أنا اوصل للمعلومه ان هي ما دام بتعمل برودكشن اوف لارج اماونت اوف جاز، فتلاقي من ضمن الاعراض لما تيجي في الاورجن اللي حصل له كونتامينيشن او الووند اللي حصل له كونتامينيشن بالسبور اوف كلوسيديا بالفرنجز، هتعمل فيرمنتيشن للشجر في المكان السايت اوف انفكشن، وتعمل فيرمنتيشن اوف اسيد وذ برودكشن اوف اسيد، فيرمنتيشن اوف شوجر وذ برودكشن اوف اسيد اند لارج اماونت اوف جاز. فتلاقي الاعراض اديمه، تمام، وجاز بابلز وفول سميلنج. وقلنا طبعا السبب بالتفصيل الالفا توكسين يعني هو المسؤول بيعمل ايه بالظبط، وقلنا الثيتا توكسين بيعمل ايه بالظبط، والكلام ده يعني احنا بنتكلم سريعا. طيب النوع الثاني من الديزيز اسم التاني اسمه فود بوزنينج، تمام، وسببه انتيروتوكسين، وقلنا ده بيكون يعني سيلف ليميتد وزي الباسيلا السيرس. كلوسيديوم ديفيسيل بتعمل المرض اللي هو انتيبيوتيك اسوشيتد دايريا، يعني نتيجه واحد خد بياخد انتيبيوتيك وخصوصا في كليندامايسين، تمام، بياخد انتيبيوتيك باستمرار، تمام، ميس يوز اوف انتيبيوتيك، تمام، فبالتالي هيؤدي الى disruption للنورمال فلورا الموجوده في الانتستين، تمام، فيؤدي الى تنشيط كوليسترول ديفيسيل بتعمل ديزيز. يعني هي كوليسترول ديفيسيل باثوجينيك بكتيريا موجوده في 30% من البشر، بس مش بتعمل ديزيز. مش بتعمل ايه ديزيز؟ احد الاسباب ان هو في نورمال فلورا، فعامل لك كومبيتيشن، مش مخليين كوليسترول ديفيسيل تاخد نفسها زي ما بيقولوا. طيب لما تاخد انت انتوبيتك باستمرار زي كليندامايسين والبنسلين، بيعمل كيلينج للنورما فلورا، فبالتالي لما يحصل كيلينج للنورما فلورا، تمام، يحصل هي الاعراض اللي تحصل كلوسيديوم ديفيسيل، تبدا تنشط، تمام، وتعمل ديزيز، وتعمل هو المرض الشهير سودو ميمبرينوس كولايتس. تمام، ده ملخص سريع للكلوسيديوم، وان شاء الله بالتوفيق يا دكتور.